السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم أحبتي إن إحنا نعرض لكم أجهزة كيو المختلفة في شركات الاتصالات أو استقبال عميل من البداية. النهاردة معانا جهاز الكيو بتاع شركة بي المصرية للاتصالات، جهاز متطور جدا في استقبال العميل والخدمات الموجودة فيه. طبعا في البداية في عربي انجليزي، تمام، كله نظام تاتش سكرين، نظام حديث جدا عن النظام السابق اللي احنا عرضناه لحضراتكم. مجموعة خدمات كثيرة ممكن الشركة المصرية تقدمها لك عن طريق جهاز الكيو الموجود في كافة فروعها. لما نيجي مثلا نبص لخدمات الموبايل، تمام، هنلاقي من ضمن الخدمات اللي هو شراء خط جديد، شراء كارت شحن، فاتورة موبايل، شحن رصيد، دعم موبايل، خدمات إضافية موبايل، استبدال شريحة، والنظام الآخر اللي موجود. لما نيجي نشوف مثلا الخدمات الموجودة في خدمات الإنترنت، بنلاقي تسليم أجهزة وتعاقد إنترنت وسداد فاتورة إنترنت وخدمات إنترنت إضافية ودعم فني. ولما نيجي نشوف برضو الخدمات الصوتية، موجود في الخدمات الصوتية اللي هو التعاقد الأرضي وسداد فاتورة أرضي ودعم أرضي. بصراحة جهاز جميل جدا. وفي عندنا برضو خدمات متعددة اللي هي ايه، الفواتير برضو متعددة. جهاز طبعا من ضمن الميزات الموجودة في جهاز الكيو الخاص بالشركة المصرية للاتصالات اللي هو معاك، حاجة جميلة جدا عجبتني بصراحة، جميل جدا الجهاز بصراحة، حاجة متطورة جدا. انه عامل حاجة لذوي الإعاقة او اللي هم ذوي القدرات الخاصة، خدمات خاصة بيهم، وده مش موجود في معظم الشركات الخاصة بالاتصالات ان هي يكون عاملة الجهاز بتاعهم متوفر فيه الميزة دي. فدي يشكر عليه الشركة المصرية للخدمة اللي هي متوفرة، ان هي تكون معاك، خدمة معاك اللي هي ذوي القدرات الخاصة، تمام، بكيفية التعامل او مساعدتهم في التعامل مع الشركة وتوفير التعامل في كافة الطرق معها، حتى وفرت لهم جزء من البرنامج الخاص بالكيو، وده مجهود يشكروا عليه. ومستمرين برضو في إظهار أجهزة الكيو المتعددة لشركات الاتصالات. وفي بس بصراحة ده أنا شايف إن هو أفضل من الجهاز السابق، وهنشوف بعد كده إيه اللي ممكن يقدمه شركات الاتصالات في استقبال عميل بتوفير الخدمات اللي هو محتاجها. عاوزين من حضراتكم الدعم واللايك عشان ننتشر، عشان تكونوا شركاء النجاح وتشوفوا كل شيء جديد عينا بنشوفه، ونحاول نوصل لكم اكبر كميه معلومات تستحقوا ان تروها. نشكركم والسلام عليكم.